مرحبا بكم في ولاد بلادي. تمكنت المرأة المغربية من دخول سوق العمل الحر ونجحت فيه رغم الصعوبات ديالو، وأثبتت أنها قادرة على التحدي من داخل سوق مارشي سنترال الذي يعد من أقدم وأشهر الأسواق في الدار البيضاء. غادي نقربكم من مهنة بائعة فواكه البحر. ضيفتي أسست مشروعها الخاص بها وغيرت حياتها للأفضل، تكافح لفرض نفسها في مهنة صعبة. عنوان حلقة اليوم: العزيمة، الصبر، الاجتهاد. عيشة نور. عيشة صباح الخير. لاباس عليك؟ كي دايره هانيا؟ صافي الله يخليك، شفا بفتينا. ربي يخليك. اذا عيشة نور، بزاف الناس تيشوفوك في السوشيال ميديا والناس باغين يعرفوا القصة ديالك، كيفاش تا وليتي بائعة ديال فواكه البحر؟ هذاك الشيء جا ديال الله. ونشوازي با في الحياة، بعض الخطات ما كنعزلوش حنا شنو باغيين نديرو ولا شنو باغيين ندير. كنت باقا صغيرة نتلقيت راسي في الفخودنا، ش ترافاي افيك ما طونت زبيدة الله يرحمها في النار والسعال. عيشة، حنا تنعرفوا هذه الحرفة فيها الرجالة بزاف، وانتم نساء قلال اللي داخلين هذه الحرفة، واش كانت صعيبة أو سهلة أنهم يتقبلوك؟ في أي ميدان كتلقى شوية صعوبة، ولكن الحمد لله أنا بحكم ما أنا عارفة الهدف ديالي وعارفة شنو باغا نوصل وعارفة فين باغا نمشي، بقيت مقاتلة حتى وصلت لهذاك الشيء اللي أنا باغا نوصل ليه إن شاء الله. بغيت نعرف كيفاش يبدأ النهار ديالك أنتيا؟ ماشي بحال الناس العادية، يقدر بعض الخطاش يبدأ في 4 الصباح، في 5 الصباح، في 6 الصباح، 7 الصباح. السلعة خصني نبقى نعيط في التليفونات، خصني نعرف لاغيفاج شنو فيه، باسكو اللي في خوي دماغ ما معروف شنو غيجي غدا، على حسب لا ميتيو، على حسب البحر، على حسب الجو. مهنة سهلة ولا صعيبة؟ مهنة صعيبة، صعيبة بزاف، كتطلب المجهود، كتطلب الطاقة، كتطلب الصبر، صبر صبر صبر. وانا ولا تسميتي الصبر. قلتي بأنها هي حرفة ماشي سهلة، فين عندك الصعوبات؟ خصني نمشي لأي مدينة في المغرب فيها فواكه البحر، خصني نمشي نشوف شنو كاين، السلعة واش كاينه ما كايناش مزيانه، بحال لي كراب كتجي من الوالديه، كاين اللي كتجي من الداخل، يعني كاينين بزاف ديال الصعوبات. يعني خصني نقابل المحل ديالي هنا، خصني نقابل لي فورنيسور، خصني ناخذ طياره ونمشي لعند نشوف السلعه ونجي باش نخدم. This is from Morocco. Yeah. It's fresh. You like it? I like it, yes. I am very happy if you like it. Name? This is clams. كيفاش تفسري عيشة هاد الحمد لله هاد الإقبال؟ يعني تنشوفوا السوشيال ميديا، صحابين تيجيو عندك، الدبلوماسيين تيجيو عندك، فنانين تيجيو لعندك، كيفاش تفسري هاد القضية؟ ربي فاش كيحبك كيحبب العبد ديالو فيك. This is fresh from Morocco. Yes. هذا حب الله وانا فرحانه بزاف. Look 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 fresh. One more. Yes. One more. Wait. انا كيعجبني نلبس، كيعجبني نتريح، ماشي حيتاش كنبيع فواكه البحر ولا كنبيع الحوت، دونك ما غاديش ندير غوجلاب، ما غنديرش ريحه، ما غنمشيش لاحسن ريستورون، ما ركبش في الطياره وما غنتسراش العالم. وانا ما كرهش نكون هذا المشروع ديالي يكون في المغرب كامل وحتى في العالم كامل. تبارك الله راجع عندي القنصل ديال امريكا وصوب معايا فاناشي وكلاه وعجبو الحال، صافي فريمون بليزير. سي تري بون. انا مراه مغربيه وكنتمنى اي مراه مغربيه
تكون فخورة براسها، سواء كتسوق طيارة، كتسوق تران، كتبيع وتشري أي حاجة، تكون فخورة وتهز راسها في السماء بأنها ديجا مغربية، لأن بلادنا راه فيها شي خيرات ما يمكنش. عيشة، آخر سؤال، شنو هو الحلم ديالك؟ الحلم ديالي بعدا كنبغي نقول الناس اللي كيحلموا ما يكونوش محدودين، ما يكونش الحلم ديالك قدام باب داركم ولا قدام الزنقة ديالكم ولا قدام مدينتكم. الحلم ديالك هو تكوني فايتة المغرب وتدوري الكرة الأرضية كاملة، هذا هو الحلم ديالي. الحلم ديالي هو سميتي أنا والمشروع ديالي يكون معروف في العالم كامل، ونكون مرأة مغربية والمغرب كله يكون مفتخر بي. تبارك الله عليك عيشة نور. وصلنا مشاهدنا الكرام نهاية حلقة اليوم ولاد بلادي، نتلقاو غدا إن شاء الله حلقة أخرى من حلقات ولاد بلادي على ميديا تي في.